أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو ضمن السلسلة التي قمنا بها في هذه الأيام. تحدثنا من قبل عن موضوع فقه الزكاة، وقلنا بأن إخراج زكاة الأموال فيها خير وبركة ونماء، وأن الذي يحبس زكاة ماله يكون سببا في حبس الأمطار من السماء وحبس الخيرات والبركات عن البلاد والعباد. ثم في الدرس السابق تحدثنا عن فضل أكل الطعام الحلال وكونه سببا في استجابة الأدعية، وأن عكس ذلك أكل الحرام وجمع المال بالطرق الحرام يكون سببا في إغلاق باب الاستجابة على العباد. واليوم نتحدث عن موضوع آخر مكمل، وهو حفظ الأمانات التي قال فيها العز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فما هي الأمانة؟ وما هو فضلها؟ وما الخير العميم الذي يعم على البلاد والعباد حينما يحترم كل مؤمن أمانة التي في عنقه؟ والعكس صحيح لما تقع الخيانة والغدر، ما الذي يقع للبلاد والعباد والمساوئ والمصائب التي تحل بهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نقوم أيها الأحباب بتفصيل لهذا الموضوع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، كما سبق الذكر موضوعنا لهذا اليوم حول فضل الأمانة في الإسلام. فما هي الأمانة؟ الأمانة هي الوفاء. يقال فلان أمين، أي وفي، لا يتعدى على حق الغير. المقصود من الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها. فالمسلم ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، يؤدي حق الله في العبادة، ويحفظ جوارحه عن الحرام، ويؤدي الودائع والأمانات وما عليه من حقوق اتجاه الخلق. ربنا عز وجل في أول الخلق، في بداية الخلق، الله تعالى قد يجمع السماوات والأراضين والجبال وباقي المخلوقات، جمعهم جميعا وقال لهم: غنعرض عليكم الأمانة، شكل منكم أيتها المخلوقات يقدر يحمل الأمانة. فالسماوات هما سبع سماوات طباق وعظيمة، أشفقت وتخوفت وقالت السماوات: أنا ما نقدر نحمل هذه الأمانة. ثم الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد أيضا أشفقت وخافت وتهيبت وقالت أيضا: أنا ما نقدر نحمل هذه الأمانة. ثم الجبال الشم، الشوامخ، الصلاب، كذلك شعرت بالمهابة والرهبة من الجبار جل وعلا وقالت أيضا: أنا ما نقدر نحمل الأمانة. الإنسان هو الوحيد اللي تجرأ وقال: يا رب أنا
قادر بأن أحمل هذه الأمانة. لكن هذا الإنسان نسي بأن فيه صفتين خطيرتين إذا كانوا معاه قد يخون هذه الأمانة، هي الظلم والجهل. في نزعة إلى الظلم، يحب أن يأكل مال الغير، يحب أن يميل إلى حقوق الغير، وعنده الجهل، أي أنه مرة رغم يكون من أهل العلم والمعرفة قد جه مرات معينة فينسى كل شيء ويصبح جاهلا بسبب وسوسة الشيطان. الله تعالى ماذا قال في كتابه العزيز؟ قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ بعض أهل العلم قالوا الأمانة هنا المقصود بها الاستخلاف في الأرض، الله عز وجل أراد أن يجعل خليفة في أرضه يقيم العدل ويحكم بالقسطاس ويبني ويشيد ويفعل الخيرات، هذه هي الأمانة. بعض العلماء قالوا الأمانة المقصود بها هي حرية الاختيار، لأن جميع المخلوقات هي مفطورة ومجبولة ومبرمجة من عند الله، حتى واحد فيهم ما يختار إلا الإنسان طبعا والجن، هما اللي عندهم حرية الاختيار. هذه الأمانة هي خلق جليل من أخلاق الإسلام، وهي أساس من أسسه، وهي فريضة عظيمة افترضها الله تعالى على العباد. لهذا سبحانه وتعالى لما خلق الأنبياء أول صفة مطلوبة في النبي أن يكون أمينا، لأنه سوف يحمل وحي الله إلى العباد، وهذه أمانة عظيمة، نقل الوحي من الخالق سبحانه وتعالى إلى العباد من أجل التكليف. فلا بد أن يكون النبي الذي يقوم بهذه المهمة أن يكون صادقا ويكون أمينا. ولعظم هذه الصفة كانت ملازمة لجميع الأنبياء والمرسلين، فكان كل نبي إذا جاء إلى قومه كان يقول: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يتولى تدبير الشؤون المالية في مصر ماذا قال للملك؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جاوب الملك فقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالأمانة ملازمة لكل الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام الكليم لما كان مع تلك المرأتين من بنات شعيب قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسيدنا موسى معروف بالقوة وبالأمانة، وقد لاحظت البنتين أو المرأتين أخلاقه وصدق إيمانهم، فطلبوا من أبيهما لكي يستأجر سيدنا موسى عليه السلام. وهكذا كل الأنبياء الصفة الملازمة لهم هي الصدق والأمانة، لأنهم سوف يتحملون أعظم أمانة، أمانة التبليغ، تبليغ وحي الله وأحكام الله وشرائع الله لعباده المؤمنين. ولعل أبرز من اتصف بالصدق والأمانة هو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل تولى منذ البدء تربيته وتأذيبه، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا، حتى أنه في أول الإسلام أو قبل الإسلام لما كان في طفولته وفي شبابه اشتهر بين أهل مكة بالاستقامة والصدق والأمانة، فكان يلقب بالصادق الأمين.
معروف أنه قبل الإسلام وقعت واقعة غريبة ما يسمى بقصة الحجر الأسود التي تنازع حولها أهل مكة من يحمل الحجر الأسود إلى مقامه، وحاولوا أن يتقاتلوا بالسيوف، فقالوا أول واحد غيدخل من الباب يحكم ونحن نرضى بحكمه. فكان الذي دخل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عمره حوالي 20 سنة. فقالوا هذا الأمين رضينا بحكمه. كان معروفا بأنه كان أمينا وصادقا قبل الإسلام، لهذا الله تعالى اختاره على باقي الخلائق بأن أودعه أمانة القرآن وأمانة الإسلام. أهل مكة حتى الكفار منهم اللي عنده شي متاع أو ودائع ثمينة وخاف عليها وبغى يعطيها لشي واحد أمين، كان يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اجتمعت عنده ودائع كثيرة لكفار قريش، وكان يحافظ عليها ويردها كاملة غير منقوصة لأصحابها. ولما أكرمه الله بالإسلام ورفض كفار قريش هذا الدين وأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، كان عليه أن يرد الأمانات إلى أهلها، رغم أنهم كفار وآدوه لابد أن يرد الأمانة إلى أصحابها. فكان منه صلى الله عليه وسلم أن كلف ابن عمه علي ابن أبي طالب حتى يتخلف في مكة ويبقى بعده ليرد الأمانات إلى أهلها. وهكذا بقي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأمانات في كل وقت وحين. ولما هاجر إلى المدينة كان يخطب في أصحابه في كل وقت ويقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الإنسان اللي يضيع الأمانة للآخرين هذا ناقص الإيمان، والذي ينقض المواثيق والعهود للآخرين هذا لا دين له أو ناقص الدين. صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبدأ يقسم المهام، لأن المدينة دولة وهذه الدولة فيها مؤسسات وفيها إدارات، فكان صلى الله عليه وسلم يضع العمال والولاة وقادة الجند وغيرهم من المسؤولين، وكان يوصيهم بأداء الأمانة. مرة جعلت أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان صحابي جليل رفيع المقام، قال لي: يا رسول الله، قال له: ألا تستعملني، تجعلني عامل من العمال على بعض الأقاليم؟ فضرب على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وصى الصحابة رضي الله عنهم بأن الذي ضعف في التدبير والتسيير بلا ما يمشي يرمي نفسه في الأمانة ديال المصالح العامة، لأنه سوف يضيع مصالح الناس، إما لقلة خبرته ومهارته، وإما لضعفه وعدم قدرته على التواصل مع الآخرين، وبالتالي يضيع مصالح الناس. ما دمت أنت ضعيف وأنت صالح فاجعل صلاحك لنفسك ولا تجعل ضعفك على الآخرين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر أن لابد أن يكون الإنسان المناسب في المكان المناسب. كان يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إلى شي واحد المؤسسة عظيمة أو إدارة أو وزارة أو عمالة أو ولاية أو إقليم أو غير ذلك، إذا كان الذي فوقه ليس من أهله فانتظر الساعة. ليس الساعة هذا المقصود بها القيامة، وإنما ساعة خراب تلك المؤسسة أو تلك الإدارة أو الشركة أو البلاد. فلا بد أن يكون المسؤول يحترم الأمانة وعنده من الخبرة والمهارة لأداء هذه الأمانة.
وكان صلى الله عليه وسلم حينما يوزع المهام على صحابته الكرام، بعض منهم كيجعلوا موظفين او مسؤولين، فكان شي واحد فيهم كيتخلص من بيت المال، لكنه كيقول لهم هذا لكم وهذا اهدي الي. فقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. الانسان اللي هو موظف في ادارة او شركة ثم يتقاضى اجرا على ذلك، ثم يبدأ يختلس من مال تلك الشركة او الادارة ويتربح، هذا يعتبر بانه يكتسب مالا غير مشروع. فقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ به فهو غلول. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد على حفظ الأمانة، لأن قوام البلاد وأمن البلاد واستقرار البلاد والخير الذي يعم على الجميع يكون بحفظ الأمانات. آخر وصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، أوصى بالأمانة، صعد فوق جبل عرفات وقال: أيها الناس، أتدرون ما يومكم هذا؟ ما شهركم هذا؟ ما بلدكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال مما قال: ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليه. وبسط يديه صلى الله عليه وسلم وقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: اللهم فاشهد. ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن رب مبلغ أسعد من سامع. هكذا صلى الله عليه وسلم يأمر بحفظ الأمانات. ولعل أعظم آية في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله عظيم وكل آيات عظيمة، لكن بعض الآيات مخصوصة، منها قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الله جل جلاله سميع وبصير لكل ما يقع ويحدث. هذه الآية العظيمة لماذا اكتسبت هذه الخاصية؟ لأنها نزلت في داخل الكعبة المشرفة. القرآن الكريم بعضه نزل في السفر، بعضه في الحضر، بعضه بالليل، بعضه بالنهار، بعضه بمكة، بعضه بالمدينة، لكن هذه الآية العظيمة نزلت بداخل الكعبة المشرفة. لما دخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا ودخل المسجد الحرام وطاف حول الكعبة، أراد أن يدخل داخل الكعبة، بحث عن المفتاح فلم يجده، فسأل صلى الله عليه وسلم: مع من المفتاح؟ قيل: مع رجل كافر من أهل مكة يسمى عثمان ابن طلحة. رسول الله بعث علي بن أبي طالب، قال لي: سل عنه وقل لي يعطيك المفتاح. سيدنا علي قوي، والمسلمين دخلوا مكة بالقوة، والكفار كانوا في موقف ضعف. سيدنا علي قال عثمان بن طلحة: ناولني المفتاح، ما بغاش يعطيه ليه. سيدنا علي قال لي: اعطيه ليا ونعاود نرد لك، ولكن في قرارة نفسه يقول بأن الكافر لا عهد له ولا أمانة. فأعطاه المفتاح، وفعلا سيدنا علي ينوي أن لا يرده. ففتح باب الكعبة المشرفة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة، وجد العشرات بل المئات من الآلهة والرسومات والأصنام، كسرها وطهر الكعبة المشرفة، ثم صلى ركعتين. فجاءه جبريل داخل الكعبة وأنزل عليه هذه الآية العظيمة:
بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داخل الكعبة وأخبر الصحابة بهذه الآية العظيمة. سيدنا علي خاض المفتاح وبدك يقلب على ذاك الرجل الكافر عثمان ابن طلحة، القاه وقال لي خذ المفتاح ديالك. قال لي: يا علي، ما حملك أن تعيده إلي؟ أنا من قبل شفتك بأن العينين ديالك فيهم الغدر وكنتي ما غتعطينيش المفتاح، فما الذي جعلك تعطيني المفتاح الآن وتقلب علي وتراضيني؟ قال لي: صدقت، أنا ما كنتش باغي نعطيك المفتاح، لأن الكافر لا عهد له ولا ذمة، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه اللحظة آية عظيمة: يأمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه أمانة خليتها من عندك أنا غنردها لك. قال لي: ولو أنني كافر. قال لي: ولو أنك أنت كافر. فتعجب عثمان بن طلحة وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الملأ والناس مزدحمين حول الكعبة المشرفة، وقال لي: يا محمد، إني لأعلم أن هذه الأخلاق ليست بأخلاق دعي ولا شاعر ولا مجنون ولا كاهن، هذه أخلاق النبوة، وإني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. وقال لي: يا رسول الله، خذ المفتاح. الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: الحمد لله الذي شرح قلب عثمان بن طلحة للإيمان. قال لي: يا عثمان، دع المفتاح معك وسيبقى معك ومع ذريتك إلى يوم القيامة، لا يأخذه منكم إلا شقي أو منافق. فهذه النعمة العظيمة، بقي عثمان ابن طلحة عنده المفتاح، وإلى يومنا هذا ما زال هذا الرجل الحفدة ديولو إلى يومنا هذا ما زال عندهم المفتاح في العربية السعودية، هم يتوارثونه أبدا عن جد للذكور دون الإناث. فهذا الحدث يبين لنا قيمة الحفظ للأمانة، والعكس دي الحفظ للأمانة هو الخيانة. الله تعالى نهى عنها فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللي كيخون الأمانة ديال الناس راه خان الله تعالى، ثم خان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينتسب إلى دينه. أخبرنا الله عز وجل أن بني إسرائيل في هذا المجتمع انتشر فيهم الخيانة من أسباب هلاكهم ومن أسباب اندثار دينهم، وهو الخيانة. كان منهم الصالحين العلماء الفضلاء اللي كيحافظوا على الأمانة، ولكن الكثير منهم اشتهروا بضياعها. كيقول الله تعالى: ومنهم من إن تامنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. بعض الصالحين من بني إسرائيل كان تعطيه قنطار ديال الودائع ويرد لك، ده تقول لي بغيت يقول لك هكا بسم الله الله يربحك، في حين إلى كين اللي تعطيه غير دينار وكيديه لك ويقسم بالله بأنه ما خدم لعندك والو، يحب أكل أموال الناس بالباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة غريبة ديال بني إسرائيل، رجل من الصالحين ديالهم، ذكرها الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بأن رجل من بني إسرائيل بغى يتسلف خاصه ألف دينار، بدا يقلب شكون اللي يسلفو ألف دينار. لقى واحد الرجل تا هو من بني إسرائيل من الأثرياء من الصالحين، قال لي: سلفني ألف دينار. قال لي: خصني الدليل والبرهان. قال لي: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال لي: كفى بالله شهيدا. قال لي: وخا، ائتني بالكفيل. قال لي: كفى بالله كفيلا.
هما كانوا في سفر، ما كاين لا شهيد ولا كفيل ولا كاتب يكتب هذا الدين. فالرجل من الصالحين سمع كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، فقال له خذ هذه البركة، ها هي 1000 دينار. خذها ومشى الآخر سافر، مشى في البحر وقضى الحاجة ديالو ودوز التجارة اللي بغى وربح اللي ربح، وجا الوقت اللي خصو يسدد، جا الأجال ديال الدين اللي يردو إلى أصحابه، لأن من صفات المؤمن أداء الأمانة في وقتها في الأجل المحدد. جمع ديك البركة 1000 دينار ومشى للميناء كيقلب على المركب على الباخرة اللي غتوصلوا للبلدة الأخرى. ديك الأيام كان البرد قارس وكانت الرياح والسفن كلها ممنوعة باش تخوض البحر. فقال يا ربي هاد السيد درت معاه الموعد في هاد النهار خصني نرديه فلوسه، وكسبان الرياح شديدة والمركب ما غيمشيش على أيام وليالي، هو كينتظرني وأنا وعدته وقلت له كفى بالله شهيدا وقلت له كفى بالله كفيلا ووكيلا، يا ربي إني أستودعك هاد الأمانة. خذ واحد الخشبة نقرها من الداخل وضع فيها 1000 دينار، ديك الأمانة وضع في الخشبة، وكتب واحد الورقة صحيفة كتب فيها بأن هذا المال من فلان إلى فلان، ومن بعد زج موضعها دلا واحد بلاستيك وغلفها مزيان. ثم جا البحر وقال يا ربي إنك تعلم أني قد تسلفت من فلان 1000 دينار ورضي بي وجعلتك أنت هو الشهيد والكفيل، يا ربي أنا غرميها في البحر ووصلها لي، اللهم إني أستودعكها. فرماها في البحر بيقين، والبحر بدات الأمواج كتمشي ودات هذيك الخشبة اللي فيها 1000 دينار وفيها الورقة. الرجل صاحب المال عار بأن الموعد خصو يحصل، وقف في الميناء ديال البلدة ديالو في الضفة الأخرى كينتظر الباخرة توصل. الباخرة ما وصلتش، وذاك الرجل اشتد به الفقر لدى فلوسه اللي عنده مشاو ليه. واحد اللحظة انتظر إلى غروب الشمس حتى باخرة ما وصلت، يتبني واحد الخشبة غريبة كتسبح في الأمواج. أخذ تلك الخشبة وجابها للدار ديالو جففها وقال المرأة ديالو راه كاين البرد والقارس والمطر، أجي ناخذوا هذه الخشبة هذه ونجعلوها حطب. فقام بتكسيرها، فلما كسرها وجد بداخلها صرة فيها 1000 دينار، ولقى فيها ورقة من فلان إلى فلان. فتعجب الرجل وقال والله فلان كان صادقا للوعد، في الوقت المحدد رد علي رزقي. لكن صاحب المال الأول اللي أعطى الفلوس وصيفتهم كينتظر في السفينة قال محالش غتوصل لك الفلوس، مع ذلك جمع 1000 دينار أخرى وملي هدأت الأجواء ركب في السفينة وجاء عنده الدار وقال لي هاك 1000 دينار ديالك. قال لي كلا، فإن الله تعالى قد أذى عنك لما بعدت لي بالخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا وكرم الله عز وجل. هذه قصة رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، أنهم كان فيهم الصالحين، منهم من إن تامنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الغاية باش يعلمنا واحد نموذج رائع يكون لنا أسوة ويكون لنا قدوة في السلوك ديالنا للحفاظ على الأمانة. أحبابي في الله، نبقى مع فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. بصح البيعه وشريه، الله يعطيك الصحه سيدي. ايوا خاصك تروج هاد الفلوس اللي ربحتي. عندك صح، بغيت ارض نبني فيها ونسكن وندير محل فيه نبيع ونشري. دير بحالي، عليك مشروع بساتين البيضاء انوار المستقبل، بقع ارضيه تبني فيها 3 طوابق في مساحه ابتداء 160 متر كاري او 5 طوابق في مساحه ابتداء 280 متر كاري، وهذا الشيء زائد سفلي تجاري وراهم بداو في الاشغال بالاراضي. اييه خدامين في الشونتيه، وهذه هي الهمزه. دابا دويتي، راه مكتب البيع مفتوح 7 ايام على 7 ايام. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 0522 57 87 أو 0522 57 87. ثمن مكالمة محلية. بساتين البيضاء للسكن والاستثمار أحسن اختيار.
مع المحلل دكتور مامون مبارك دريبي المختص في شؤون الأسرة والطفل، تعرفوا على كل ما كيخص الصحة النفسية لأطفالكم. عندي واحد الوليد عنده 15 تبارك الله. اسمس أخو لطيفه نقول مين ما كتقول انه ولدها عنده 16 سنة مؤخرا، يعني ولات كتحصل عليه الكذوب بزاف، يعني تغير ما بقاش باغي يحب هذا الولد. راه مطلقة النسر، واش كيولد نسر ولا كيولد حمامة؟ بيان سو غادي يولد نسر بحال هكا. حتى لا العود عنده هذه القدرة، كيمص الطاقة السلبية اللي في الواحد. جا غارسون 14 عام كيقول لي يا ماما بغيت نتزوج شاك جو. قول ليه انا باغي نتزوج وليدي معك. مع المحلل كل يوم سبت صباحا مباشرة على ميد راديو من 10:30 حتى 12:30 زوالا على ميد راديو إذاعة الأسرة المغربية. برنامج سيدتي سادتي كيرافقكم على الإذاعة قريبة منكم ميد راديو، مع مختصين وبفقرات متنوعة موضة ديكور وبريكولاج. سيدتي سادتي من 12 حتى الوحدة مع عفاف ماجد على ميد راديو. الدين والحياة، الدين والحياة مع طيب الكريبان على ميد راديو، على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، ما زلنا نتحدث عن فضل الأمانة في الإسلام، والله عز وجل قد أثنى على المؤمنين الصالحين الذين يحفظون الأمانات، وقد كتب لهم الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة لأنهم يرعون أماناتهم ويؤدون حق الأداء. الله عز وجل قال في سورة المؤمنون، كيمدح المؤمنين عامة، فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون، أفلحوا فازوا. من هم؟ ذكر صفات كثيرة، من بينها قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. هؤلاء ما هو جزاؤهم؟ قال فيهم الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك، هذا اسم إشارة للبعيد، يعني مقامهم رفيع عند الله. أولئك هم الوارثون، يعني الإرث الحقيقي راهو في الدار الأخيرة. حنا في الدنيا عندنا واحد الورث اللي هو غير مصغر، كيموت الأب كيورثوا ولادو، وكيفرحوا ملي كيورثوا، ربما كيظنوا بأن هذا الشيء غادي يدوم، لكن هذا كله خيال. الإرث الحقيقي هو إرث الإيمان واليقين، وفي الدار الأخرة هذاك هو الورث الأبدي. أما الإرث تاع الدنيا راه غير كينتقل من أب إلى ابن إلى حفيد إلى حفيد حفيد، حتى واحد ما كيدي معاه شي حاجة. كلنا كندخلوا إلى الدنيا حفاة عرات، وكنخرجوا منها حفاة عرات، لكن الإرث الحقيقي هو الدار الآخرة. الله عز وجل غادي يكتبها للمؤمنين الصادقين إلى الأبد، غادي يكتب لهم الفردوس الأعلى والخلود الأبدي. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حيت كانوا كيرعوا الأمانات وكيرعوا العهود والمواثيق، وقال فيهم الله عز وجل في آية أخرى: أولئك في جنات مكرمون، في جنات مكرمون، ربي غادي يكرمهم ويرفع المقام ديالهم. هاد الأمانات اللي تكلمنا عليها ما هي؟ هي أمانة الاستخلاف، وهي أمانة حرية الاختيار، وهي أنواع وأشكال. أول أمانة نسأل عنها غدا يوم القيامة، الأمانة ديال الاعتقاد. بعض الناس عنده عقيدة فاسدة، خاصنا نراجع العقيدة ديالنا، وتكون عقيدة مرتبطة بالقرآن الكريم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التوحيد والإخلاص واليقين. الله تعالى في كتابه العزيز خبرنا بأنه عقد بيعة، البيعة الكبرى، لما خلق الله آدم في الجنة مسح على ظهره فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم. واش أنا هو الله تعالى ربكم؟ كلنا قلنا نعم يا ربنا، فقال لنا حذاري حذاري، جي يوم القيامة ألقاكم كتعبدوا وتن أو معبود آخر غيري. قال الله عز وجل:
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الناس اللي كيشركوا بالله تعالى ضيعوا أمانة الاعتقاد، أيام زمان كيعبدوا الأوتان والأصنام. احنا اليوم في عصرنا الكثير منا ربما يعتقد اعتقادات فاسدة، من بينها لا أقول الكثير منا بل القليل منا، فالكثير الحمد لله في الغالب عندهم عقيدة سليمة، لكن البعض ربما يؤمن بأن هناك مخلوقات تضر وتنفع، تعطي وتمنع، وهذا خطأ كبير. الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع هو الله عز وجل. بعض الناس كيعتقدوا في الأضرحة، البعض كيعتقد في الأموات، البعض كيعتقد في بعض الأوتاد، واحد الصخرة أو تراب فيه واحد الشفاء، البعض كيعتقد في الأبراج بأنها تؤثر في مصير الإنسان. هذا كله من الأمور الفاسدة، لا بد أن نصحح العقيدة لأنها أمانة سوف نسأل عنها غدا يوم القيامة. الأمانة الثانية هي أمانة العبادات. الله تعالى شرع لنا عبادات وفرضها علينا، ولا بد أن نؤدي التكاليف الإسلامية كما ينبغي وكما سنها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ونحافظ عليها، منها الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وغيرها من الفرائض، خصوصا الصلاة، لأن من صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. الصلاة كل يوم كالدعي لصاحبها، تدعو له أو عليه، إلى أدها في الوقت المناسب مع الجماعة في المسجد بخشوع واطمئنان، كتقول له حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني، حتى الله تعالى قال لنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكل واحد أدى الصلاة في وقتها بخشوع واطمئنان قد قل لي حفظك الله كما حفظتني، أدى الأمانة. واللي ضيع الأمانة وما صلاش حتى خرج الوقت، أو أنه جمع الأوقات كلة الأخير اليوم، أو قد لا يصلي بالمرة، هذا تقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. نسأل الله السلامة والعافية. فالصلاة كما قال سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هؤلاء اللي ذكرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم المبشرين بالنار، كاين المبشرين بالجنة عشرة، وكاين المبشرين بالنار منهم فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف وغيرهم. فمن حافظ على الصلاة حفظ دينه، ومن ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. ثم هناك أمانة أخرى، أمانة الجوارح، حفظ الجوارح. فالأعضاء كلها أمانات، العين أمانة لابد أن يبقى النظر ديال العبد المؤمن فيما يرضي الله، السمع أمانة لابد أن أسخر سمعي فيما يحب الله، اللسان أمانة لابد أن أتكلم بما يرضي الله، كل الجوارح هي أمانات. قال صلى الله عليه وسلم العين تزني والقلب يزني، وزنا العين النظر، وزنا القلب التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالجوارح الإنسان مسؤول عنها، خاصة لابد يحفظها، خصوصا أمانة اللسان. اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كيقول كلمة طيبة لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، إلى غير كلمة طيبة دون أن يكون ردها البال، ربي كيتقبلها منه وكيرفع درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا،
يهوي بها في جهة الدم والعياذ بالله. إذا الكلمة اللسان أمانة، أعطاك الله واحد اللسان حفظه. رب العباد ماذا قال لنا؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. معظم المشاكل والخلافات العائلية سببها اللسان. كيقدر يكون الزوج كيقول كلمة جارحة ما تقبلها الزوجة وكتلتفض وكتمرض، وربما كتكون رد فعل سيء، أو العكس الزوجة كتطلق اللسان ديالها وتقول أي كلام. وبالآباء والأمهات أيضا والأولاد كتوقع مشادات كلامية، وبالجيران وبالأصدقاء وفي الصحافة والإعلام في الانترنت، يعني كاين مواقع متعددة ملاسنات خطيرة. اللسان أمانة، اللي أعطاه الله اللسان ديالو لابد أن يحرص على أن يختار الكلمات الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. الله عز وجل غادي يبين واحد المثال عظيم للأمانة ديال اللسان والأمانة ديال الكلام. قال لنا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا غمثل الكلمة الطيبة، جعلها بحال الشجرة الطيبة، الأصل ديالها ثابت في الأرض، شد الجذور ديالها والأغصان ديالها والفروع في السماء ممتدة، ديما الخير موجود فيها، كل شيء كيأكل وكيشرب وكيحمد الله تعالى على هذا النعم. والعكس هي الكلمة الخبيثة. قال لنا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالإنسان يحرص على اللسان دياله، ملي يتكلموا الأزواج بعضياتهم يختاروا الكلمة الطيبة، ملي يتكلموا الأباء مع الأولاد يختاروا الكلمة الحسنة، ملي يتكلموا الجيران بعضياتهم يسووا الأمور بالتي هي أحسن، ملي يتكلموا الناس في الإعلام في الصحافة الإلكترونية أو المكتوبة أو في مواقع ديال الفيسبوك، يعني يعرفوا بأن ذلك أمانة عند الله تعالى، ما نكتبش أي كلام وحاسب به يوم القيامة بين يدي الله تعالى. إذن نحرص على هذه الأمانة. ثم هناك الأمانة في الأسرار. بعض الناس كيجي لعندك يعطيك واحد الخبر، يقول لك راه وقع كذا كذا كذا، انت كتاخذها سخونة وكتمشي تبلغ الآخرين. سر من أسرار الناس تقوم بفضحه ونشره. هذا موجود الآن كثير في المواقع الإعلامية. كلقوا بعض الناس كيبغي يحقق واحد السبق صحفي، فكي ياخذ واحد الخبر غير يقيني فيقوم بنشره بسرعة، ثم يتلقفه الناس ويعتبرونه حقيقة. هذه أمانة تسأل عنها غدا يوم القيامة، فلا بد من التحري. هذا إذا كان الأمر مختص بالشأن العام والمصالح العامة. أما إذا كان الأمر خاصا للشخص فلا يجوز على بأي وجه أن نفشي هذا السر. وأخطر الأسرار هي لما يكون الزوج مع الزوجة ديالو وكيمشي يحكي ما وقع بينهما. وهذه واقعة كثيرة في المجتمع. كتلقى الزوج جالس في المقهى وكيعود مع أصحابه وكيقول لهم درت كذا وكذا وكذا، وكتلقى الزوجة جالسة مع الصديقة ديالها وكتحكي لهم عرقت مع زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها وقد بات الله يسترهما. الله ستره هو يفضحه بين الناس. هذا أيضا أمانة حفظ الأسرار، راهي مطلوبة في دين الله تعالى. ثم هناك أمانة العمل. إنسان خدام في واحد العمل معين لابد أن يتقنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا خدام في واحد القطاع معين لابد أتقن العمل ديالي. الأستاذ عنده أمانة ديال التعليم التلاميذ والطلبة، فهذه الأمانة جسيمة عند الله، وكلما رعاها يرفعه الله إلى أعلى مقام، يجعله من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
الامانه ديال التنقيط غير قتل الطلبه، خاصو يعطي الامانه المطلوبه ما يضيعهمش في النقط، وكذلك ما يزيدش فوق الحد حتى لا يؤذي الاخرين. الشرطي اللي هو في المرور عنده امانه، خاصو لابد يحافظ على سلامه المواطنين ويحافظ على احترام الاشارات الضوئيه، ولكن بالمقابل لا يجوز له ان يعتدي ويلفق تهم لبعض الابرياء. ايضا الجندي عنده امانه لكي يحفظ تخوم ديال الارض ديال البلاد، فلا بد ان يحفظ هذه الامانه وله الاجر والثواب، لان الجندي والشرطي وغيرهم هادو عيونهم مفتحه، عندهم اجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث اعين لا تمسها النار ابدا، عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللي كيقوم بالامن سيكوريتي، اما رجل امن خاص او عام او شرطي او جندي او غير ذلك، يحفظ مصالح الناس وامنهم واستقرارهم، فهو في عبادة، فعليه ان يحافظ على هذه الامانة. وهكذا التلميذ عنده امانة، والزوجة أمين في بيت زوجها، وكل واحد منا هو أمين. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، سوف يسأل يوم القيامة عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان إلى عنده واحد العمل يعتبر أمانة، ورغم أن الأجرة تكون قليلة، بعض الناس كيقولوا واحد الكلام، هما كيديروا كيف بحال كيخلصونا وحنا كنديروا بحال كنخدموا، يعني هذا كله ضياع في ضياع. أنا كنخدم وراضي وعندي أمل بأن الله عز وجل يفتح لي أبواب الرزق، يعني ماشي ضروري انني اخون الامانه لانهم ما كيخلصونيش، لانهم ضيعوني في حقي. الا ضعت في حقي عندي وسائل مشروعه اطالب بها بالحق، لكن لا امد يدي الى الخيانه. نقدر نتكلم نحتج بالتي هي احسن حسب الاجراءات المعمول بها معروفه سلميه، وربي غادي يفتح ابواب التيسير. ما جابش الله، اتوجه الى الخالق عز وجل، وعنده صندوق، هناك صندوق الهي كيتسمى صندوق التعويض الالهي، بحال صندوق التامين وصندوق التقاعد وصندوق الايداع والتدبير اللي معروف. كذلك في الدين عندنا صندوق التعويض الالهي، هذا في الدنيا اللي ضاعت لك، والله الذي لا اله الا هو يعوضها لك الله تعالى بالتمام والكمال، وقد يعوضها اضعافا مضاعفه، ويرزقك من حيث لا تحتسب. فلا أستغل ظروفي الصعبة وأمد يدي إلى أموال الآخرين وأخون، أشكو همي إلى ربي وإلى خالقي، وهو كفيل بأن يغنيني بفضله عمن سواه. كذلك أيها الأحباب، هناك الأمانة في البيع والشراء. الناس كيبيعوا وشريوا، تجار، وكتلقى ربما يغش في التجارة، ربما غادي يبدل توجيهها مزيادة، والداخل كله فاسد، أو أنه يطفف في الميزان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى واحد الرجل كيبيع الطعام، توجيهها مزيانه، ولكن ملي دخل سيدنا محمد يده لداخل لقاه مبلول بالماء، فقال لي: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال لي: اصابته السماء يا رسول الله. قال: افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ فلا بد ان الانسان يكون صادق في عرض بضاعته بين الخلق. وكذلك من الامانات الامانه ديال الودائع اللي هي معروفه عند الجميع. واحد يعطيك امانه، اعطاك فلوس، اعطاك ذهب، اعطاك وثيقه، هذه امانه لابد ان تحفظها. البعض منا عنده هاتف نقال، كيحط الهاتف النقال كيمشي يقضي غرض، كيجي واحد اخر كيفتح الهاتف النقال كيقرا لي ميساج، كيقرا الارقام، كيقرا الاسرار الداخليه، هذه امانه ما يمكن لك تعرفها. الان كاين مواقع الكترونيه، كل واحد عنده حساب في الموقع الالكتروني، في البريد ديالو كاين اللي كيدخل ويقلب الاسرار ديالو، هذه امانه. اي امانه اعطاك الانسان خصك تحفظها، تعرف بان الله عز وجل سميع بصير. ولا كانت امانه نقديه او غيرها، واديها الى اصحابها.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. لخدش أمانة هو ناوي في قلبه أنه غادي أديها ربي سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو ربي غادي يعاونه غادي يحفظه وما يخاف ما يحزن، لأن الله تعالى معه، من كان مع الله كان الله معه. من أخذها يريد أداءها أداها الله عنه، لكن اللي خاضها وفي النية ديالو أنه غادي يسرق وغادي يبدل وغادي يتلف أتلفه الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع بي ثم غدر أو باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منهم ولم يوفي أجرهم. واحد استغل الصفة دياله، رجل متدين لمج الجلباب وعنده اللحية وعنده الدينار، بلي كتشوفه كتقول هذا رجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن كنحترموهم وكنحبوهم، فلابد من التقدير. لكن قد بعض الناس منهم الله يغفر لنا جميعا قد يأتي ويستغل هذه الصورة ويأخذ أموال الناس. قال لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هذا من الثلاثة الذي أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. كان شي واحد كيدي العبيد وكيتصرف تصرفات مشينة لأكل أموال الناس بالباطل. والثالث رجل استأجر أجيرا، جاب واحد الخدام عنده في الدار يخدم ليه ولم يعطيه حقه لأنه ضعيف، أعطى غير اللي قسم الله تعالى وكل اللي عراقه. قال هذا كله أنا خصمهم يوم القيامة، أنا اللي غنوقف وغنقول لي يا فلان أدي لي فلان. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن اللي كيخون الأمانة راه فيه خصلة من النفاق والعياذ بالله. قال: أربع من كان فيه خصلة واحدة كان منافقا خالصا. قال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اللي في هاد الخصال كلها هذا منافق خالص، واللي في غير واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث مع الناس كيكذب، فما زال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا خاصم فجر، ملي كيتخاصم بغيا كيتفاعل وكيبدي يهرس في الموائد ويرمي بالحجارة ويفعل المصائب. فكيقول لك هذا إذا خاصم فجر، الإنسان تخاصم على الأقل يلعب الشيطان ويكون لين. وإذا عاهد غدر، ملي كيعاهدك دغيا كيغدرك، هذا في خصلة من خصال النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. نختم أيها الأحباب الكرام وأذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يشارك معنا. أرقامنا 05 22 43 00 09 أو 05 22 46 72 50 أو 51. نختم بقصة طيبة مباركة فيها صورة فيها إشراق، وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بأن واحد الرجل عنده واحد الأرض عقار وفيها أرض بغي يبيعه، ورجل تقي وصادق، والرجل الثاني اللي بغي يشري هو رجل تقي وصادق. ملي تبايعوا بعضياتهم وشرى الأرض وشرى العقار ودفع ليه الثمن وتفرقوا كل واحد مشى في حاله، مول الأرض بدا كيحفر ويلقى واحد الذهب مدفون في ديك الأرض. خد ديك الذهب ومشى عند صاحب الأرض قال لي: خذ الذهب ديالك، أنا شريت منك غير الأرض والعقار والذهب ما شريتوش، حفرت ولقيته فهو لك. مول الأرض ومول العقار قال لي: لا، أنا بعتك الأرض وما عليها وما فيها. فكيقول لي: الذهب من حقك أنت. فتجادل ومشاو للمحاكمة، تحاكموا عند واحد الرجل صادق. فقال لهم شي حل، واش هاد الذهب غياخذوا مول الارض اللي شراها ولا غياخذها الملك الاصلي اللي باعها؟ قال لهم: هل كل منكما غلام، يعني شي ولد وبنيه؟ فعلا كان احدهما عنده ولد في سن الزواج وكيقلب لي على عروسه وما لقاهاش، والثاني كانت عنده بنت في سن الزواج وكيقلب لي على عريس وما لقاهاش،
وربي سخر لهم الاسباب. قال لي اذا زوج ابنك لابنتي فلان واعطوهم ذاك الذهب يبداو به حياتهم ويتصدق منه. فكانت هذا السبب مفتاح للفرج. كان عنده بنته عندها عكس في الزواج، والاخر كان عنده ولده عكس في الزواج، لكن لما ادى الامانه وكان صادق الله تعالى يسر وجمع المتفرقين وعاش حياه طيبه. اذا ايها الاحباب اقول لكم جميعا هذه فرصه طيبه ان كل واحد منا يراجع نفسه، يحافظ على الامانه، يؤديها لاصحابها. فاذا كان هذا الرجل سبق لي او المراه سبق لي خل الامانه، يستغفر الله تعالى كثيرا، يكثر من الاستغفار، ثم يحرص ان يرد الحقوق الى اصحابها، فان الله تعالى غفور رحيم. واللي عجز على انه يؤدي هذه الامانه اذا كان صادق فان الله تعالى يؤذي عنه. فنبقى مع هذه الانشوده الطيبه على ميد راديو. على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، نذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والاستفسار والمشاركة أو الإضافة والتصحيح، فمرحبا بالجميع. أرقامنا 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50-51. أول مكالمة من الدار البيضاء مع أم ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شوف كي داير لاباس عليك. مرحبا للا. حياك الله. حياكم الله للا. أستاذ سؤالي على الأمانة، أنا سولتك هذه تقريبا شي عام، كانت واحد السيدة كتقرا معايا في المسجد. نعم. وكان الاستاذ بغات تثبت واحد ربعه ديال الصور، خمسه ديال الصور بغات تثبتهم، هي حافظاهم الله يرحمها وبغات تثبتهم. نعم. قالت لي يا بنيتي الا رجعت ان شاء الله غادي تثبتيهم معايا. نعم. هي ماتت. ما شاء الله. كانت ماتت في عرفات. ما شاء الله. كنت سولتك انا قلت لك واش نحفظوهم؟ قلت لي حفظيهم. نعم. دابا انا حفظت ثلاثه منهم. نعم. تبارك الله الكميه ديال العيالات حفظتهم. وانا كنت انسحبت من ديك الجامعه ورجعت من الدير هي باش نحفظهم. تبارك الله. قالوا لي جوج صورات، قالوا لي جوج صورات، قالت لي الرحمن والواقعه. تبارك الله. وعندي الخميس اللي كنحفظ فيه، دابا واحد الاخت باغا تعمر ديك الخميس، انا قررت نسحب، واش غيبقى عليا شي ذنب الا ما حفظتش استاذ ديك الصور اللي باغا ديك السيده اللي ماتت؟ واخا لا باذن الله. وسؤالي الاخر استاذ، كنت سولتك هذا 15 يوم وكتبتي لي واحد الحلم على ولدي غلط، سمح لي واخا ماشي الموضوع. ولكن الحلم تفسر استاذ باللي اللي حلمت وانا وقع عليا، لان انا اللي تعرضت لواحد الحادثه ثاني، تعرضت لهذه شي سيمانه دابا، وشتي ديك الحلم كما قلت لك حلمت ولدي غرق وجاي لي بابا بحوايجه وكيقول لي الله يرحمه. نعم. راه حلمت بحال هكا تحقق لي استاذ، ولكن انا تعرضت للحادثه وبا جا عندي قال لي صبري وراه دابا صبري وهذه، يعني واش ولدي ما بقى عليه حتى حاجه، يعني تفسر استاذ كيف حلمت وانا ولكن تفسر المشكل وقع عليا انا. سبحان الله سبحان الله سبحان يعني الله. يعني دابا وكاك بقى بالي معلق مع الابن ديالي، ودعي لي مع استاذ الله يشافيه، يعني مريض الله يشافيه ويعافيه، الله يشافيه الله يحفظه ويعافيه. واسمح لي يا استاذ عزكم الله تجاوبني على هذه، واش يمكن لي نسحب بحالي من الجامع باذن الله؟ ما يبقى عليا حتى شي دم. واخا باذن الله. الله خير. الله يتقبل منك. الله يحفظك للا. وناخذ مكالمه ثانيه من اقليم طاطا مع الاخت لطيفه. السلام عليكم. لطيفه من طاطا. اذا ننتقل ربما للقرسيف مع الاخت اسماء. واه انا سيدة اسماء، سيدي دكتور قريبان. اعزكم الله لالا. مرحبا سيدي، الله يجازيك بخير الا ما تدعي معايا اولا في اخر الحلقه، راني في واحد الضيق ما اعلم به غير سيدي ربي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يجازيك، الله يفرج عليك يا رب القريب العاجل. نستافدوا منك بزاف. اعزك الله لالا. الحلم ديالي يا سيدي غير البارح نمت راسي بحال راني ماشيه، راني غادي عند الحج انا والوالد ديالي وشي ناس ما كنعرفهمش شكون هما. نعم. وغادي للحج ولابسه واحد الدكشيطه زوينه، ولكن صدري عريان وكسميتو وشعري عندي واحد الشعر، وبان لي بلي عندي واحد الشعر طويل وحتى شعري عريان رغم انني متحجبه. نعم. وانا في ذاك الحلم غير راضيه بلي ما بغيتش بلي صدري عريان وراسي عريان. نعم لالا. وحنا وصلنا للحج زعما، والوالد ديالي توفى، غير وصلنا للحج والوالد ديالي توفى، وانا كنبكي في هذاك الحلم، كنبكي بزاف مراره، وكنقول والله الا الوالد ديالي غادي يدخل للجنه، اقسم بالله انا الوالد ديالي غادي يدخل للجنه. لحقاش حتى جا للحج، عاد سميتو ربي بغاه، اللي جا للحج وتوفى
وربي بغاه يموت هنا ويتدفن هنايا. ما شاء الله لا اله الا الله. وفي اخر الحلم ومعقلتش على باقي الحلم، اللي في اخر الحلم شي واحد من داك اللي شافني متازمه قال لي خصك ترجعي للمغرب. قلت ليه انا ما غاديش نرجع للمغرب حتى نحج ونؤدي جميع الفروض دياولي. نعم. وواحد الحلم واحد اخر يا يا يا, يا دكتور كيراودني كل مره. نعم لله. بالليل هذا الحلم هو ديما كان النمره سي في واحد الدار كبيره، وهذا الدار في كل حلم كتختلف لي. هذا الدار كبيره وفيها بزاف تاع البيوت، ودوك البيوت كلهم مفتوحين على بعضياتهم. نعم. وانا كان بكي في هذاك الحلم. نعم. وكيسميتو كان بكي، واحد المراه كتجي عندي وكتعطيني واحد الصباط صباط وكسوه بنفسجيه. نعم. وكتقول لي لبسيهم، وانا كنقول لها مانيش قادره نلبس، ما عنديش الخاطر، راني عندي المشاكل بزاف، ما عنديش الخاطر باش نلبسهم. نعم. وهي كتقول لي غير تبعيني ولبسيهم وربي غادي يفرش باذن الله تعالى. نتمنى تفسر لي هذه الاحلام دكتور، وجزاك الله الف خير. اعزكم الله لله. وما تنسانيش يا دكتور بالدعوات. يا رب الله يفرج عليك والله يرفع المقام ديالك، وان شاء الله هذه الرؤى راك تحمل بشاره ديال الخير باذن الله الواحد الاحد. ان شاء الله دكتور. اكرمك الله لله. الله يعاون سيدي. شكرا. يلا. وغنتقلوا من قرسيف الى اقليم فاس مع الاخت ماريا. الو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما يكون باس بعد عندك اولا. اعزكم الله لله. دكتور الله يخليك، واحد السؤال عن الزكاه. نعم. انا كنت خدامه شحال هادي وجمعت واحد المبلغ قليل، وفتالي جلست ما بقيتش خدامه. دابا بغيت نعرف واش نبدا نهز من ديك الفلوس ونخرج الزكاه. نعم. على الباقي او شنو؟ واش هذاك المبلغ بلغ النصاب ديالو؟ لا واصل. نعم لا لا. وكنت كنخرج عليه غير دابا ما بقاش عندي المدخول. واخا باذن الله تعالى. وحاجه اخرى الله يحن عليك يا دكتور، استسمح واخا كتقولها لنا وتعاود. نعم لا لا مرحبا. الله يخليك، شفت واحد الرؤيه وما عرفتش شنو هي. نعم. حلمت الصبعان ديال الرجليه ديال اليمن، ديك المنبت ديالهم، ديك الشعر اللي فيهم. نعم. طويل وزعما جمعته بين يدي وقطعته. جزاك الله خير، الله خيرا، الله يرحم الوالدين. واخا لا لا باذن الله. اعزك الله لاله مريا، الله يحفظك ويبارك فيك يا ربي امين. وغنتقلوا من فاس الى اقليم السويرة مع لاله مليكة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيدرس طيب لاباس عليك؟ حياكم الله لاله. اخويا كنشكرك بزاف على البرامج، احنا من المتبعين ديال البرامج ديالك. شكرا. الله يفتح عليك لاله، الله يكبر بك. عافاك هذه الاسئله واحد الحلم. نعم. بغيت نسول في الحلبة في رمضان. نعم. واش جائزة ولا لا؟ نعم بإذن الله. والقنفذ واش حرام ولا حلال؟ واخا بإذن الله. والحلم ديالي هو أنني قبل رمضان في شعبان كنت صمت واحد 3 أيام. نعم. ومنين قمت باش نتسحر، يلاه حسيت كنتسحر كيأذن في ظرف في التسعة زعما، ما كيأذنش عندنا حنايا في الدوار. نعم. ولكن هكاك بقيت شاكل كنقول واش دايز ولا ما دايز هذا الصيام. نعم. وانني مني ناس كنحلم بانني كنجمع الحوايج وغادا نحج. ما شاء الله تبارك الله. عافاك. وبغيت ندير واحد الدعاء للجد ديالي الله مات الله يرحمه. يا واحد الشهر ونص هذا، ومره كنقرا عليه القران واش جائز ياك؟ اييه باذن الله تعالى. ايوا شكرا نفسي طيب. حياك الله. خويا بغيت واحد الطلب الله يحملك الوالدين، بغيت النمره ديالك. واخا مرحبا لاله، ندوزك الاسطمبه نعطوها لك باذن الله. اكرمك الله لاله مليكة، شكرا. وغنتقلوا من الصويره الى سلا مع لاله فاتحه. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور الكريده، كي داير بخير؟ مرحبا لاله. عليك الله يجازيك بخير. عافاك عندي واحد 3 حلمات بغيتك تفسر مني، الله يجازيك بخير. واخا لاله مرحبا. نعم. نعم. فقت انني والده بنيتو حويا واحد ري عامر، كل شي شويه غادي نصر ردات ياو الحليب ديالي كيقطر. تبارك الله. كنقول سبحان الله، انا كنقول بركه عليه، وهو ربي عطاني عاوتاني بنيته. الحلمه الثانيه هو انني حلمت عندي جوج بنيتات وجوج توينيات. نعم. واللي كاين بحال هكا جات واحد السيده صاحبتي باركه فيه وقالت لي شوفي تتقول لي بركه عليك، ربي رزقك في عود وحده رزقك جوج. الحمد لله سبحان الله. والحلمه وهذه الحلمه زعما شحال من مره كتكرر معايا، زعما شحال من مره كنحلمها انني ولدت. سبحان الله.
محمد تلقى الله يجزاك بخير. كنت راسي انني تفولت من الدار ديالي اللي كريتيها، يعني شحال من مره كنحلم هذه الحلمه انني تفولت من الدار ديالي، وكنبكي تنقول لهم انا ما بغيتش دار من غير ديك الدار ديالي، يعني تنقول لهم اي دار حطيتو لي انا ديك الدار طلحتها ولبتها، ويعني ما نقدرش نسكن في دار من غير هذيك الدار، انا هذيك الدار صافي ولبتها. وهاد الحلمه دكتور عطيتش اربعه المرات انا كنحلمها ولا خمسه. نعم. وكنبكي في وسط الحلم ديالي وكنقول لهم انا بغيت هذيك الدار، وملي كنفيق تنقول الحمد لله انا باقا فيها. وفعلا دابا هذا الاسبوع جاو شي ناس شي ورثه ديالها وقال لك بغاو يبيعوها وهذه وهذه، وقالنا تخرجوا منها حنا ما يمكنش نخصص راهم حنا كارين فيها وهذه. ما شاء الله. وقال لك لا كارينا رخات ب 1000 درهم يعني 16 عام هذه. المهم قلنا لهم حنا بالتويصلات ديالنا بكل شيء ما يمكنش لينا نخرجوا. الله يجازيك بخير ما تستروا لي الله يرحم الوالدين. واخا لاله باذن الله تعالى. الله يحفظك لنا الفاتحه. شكرا بزاف. شكرا. أكرمك الله. وغادي ننتقلوا إلى إقليم اليوسفية مع الأخت أمل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله يجازيك بخير. السؤال ديالي هو أن العائلة كتصدر منها سوء بزاف. ما شاء الله. وكثرة الكلام قيل والقال لدرجة تأذينا بزاف ووقعوا مشاكل، رغم أن الوالدة كتعامل معهم مزيان. ما شاء الله. دابا هيايا رغم ذلك كتوصلهم، يعني كتمشي عندهم وكل شيء، انا وليت كنحبسها. وفي نفس الوقت كنحس بالذنب، كنقول بحال زعما يعني عارفه من وصل لصله رحم وصلها الله. وليني مني كتخاتم عليا هي وكتقول لي علاش وليتي كديري بحال هكا وما كانتيش بحال هكايا، خاصك تمشي وخاصك تزوري وكتسمعي السي الطيب شنو كيقول في اذاعه وهذا. مني كنمشي يعني اول ما كنمشي كنقول عفا الله عما سالف، كنشوف ثاني معامله سيئه منهم او لكن سمع شي حاجه منهم، كان نعاود ثاني حبسني ما نبقاش نمشي. دابا انا بغيت نعرف واش نتعامل على هادشي كله ونولي نمشي رغم انهم كيقاطعونا وكي ما شاء الله كيقوموا بمعامله خايبه، ولا ما نبقاش نمشي. واخا لاله باذن الله الله يصوب. السؤال الثاني الله يجزيك بخير هو مني كنكون نصلي كتجي بزاف الوساوس في الذهن ديالي، اول ما كنقول الله اكبر وكنبدا نقرا سوره الفاتحه اشياء كثيره كطيح في البال ديالي. نعم. هذا هو السؤال ديالي والله يجازيك بخير والله يوفقك عزك الله لاله. شكرا معنا. الله يحفظك لاله. شكرا اكرمك الله. يا رب يا كريم الله يحفظك لاله. شكرا جزيلا. وغنتقلوا من اقليم يوسفيه الى اكادير مع لاله خديجه. هلا سيدي سلام. صباح النور لاله. بارك الله فيك سيدي، كنشكركم على هذا البرنامج وعلى هذه المعلومات القيمه اللي كتفيدونا بها. على واجب لاله. سيدي عندي واحد السؤال حول الامانه. نعم. هذه سيدي واحد العامين كانت الوالده، هذه عامين باش توفات. الله يرحمها يا رب. يا ربي امين. وخلات لي واحد الفلوس امانه. نعم. وهي ديك الفلوس قبل ما تموت الله يرحمها قالت لي صدقيها عليا كامله. نعم. حد مبلغ كبير، واتفقت انا وخوتي بانني غادي نصدقوها، ومع ذلك في الاخر رجع بان حسيت بخوتي بان باغي نحقهم، وملي سولنا الناس هذا الفقهاء وداك الشيء قالت بان ما يمكنش تصدقي عليها كل شيء ولات كتسال فقط حقها. نعم. وداك الشيء اللي درنا نيت صدقنا الحق ديالها اللي كيبقى لها هي، والتبقي تفرق كله على ولادها. نعم. وانا حاليا كنحس بالذنب لانني ما قدرتش نوفي بالوعد اللي عطيت الوالده ديالي وما صدقتش عليها كل شيء. ما شاء الله. دابا دائما عندي ذاك الاحساس بالذنب، واش زعما هذا الشيء اللي درت واش صحيح او لا ماشي صحيح؟ واخا لاله باذن الله لاله خديجه. بارك الله فيك سيدي ودعي معانا زعما ما نكونش درت شي، نطلب لله بانني ما نكونش درت شي حاجه اللي هي باذن الله تعالى. يا رب يا كريم الله يتقبل منكم يا رب، والله يرحمها ويسال الرحمات. بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيك، شكرا الله يرحم الوالدين. بغيتك غير تفيدني باش ما نبقاش كنحس بهذا الذنب اللي لان ما درتش داك الشيء اللي قالت لي كله. باذن الله تعالى باذن الله. بارك الله فيك سيدي، شكرا الله يرحم الوالدين. اكرمك الله لاله. ثم ناخذ اخر مكالمه من ستات مع السي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درستي طيب لاباس عليك. حياك الله أخي. هاني. ولله الحمد. واحد الموضوع ديال واحد الجدة ديالي. نعم. مسكينة هي كبيرة في السن. نعم. عندها شي 100 عام وملي كتبغي تصلي. نعم. كيوقف عليها الجن وكيطيحوها وتمرض واحد 7 أيام. ما شاء الله.
وتمنينا السي طيب تعي معاها والله يا ربي يا كريم الله يشافيها ويعافيها يا رب. والموضوع المشكل نعم كطيح في ايام 8 ما كتاكل ما والو، ملي كنسولو كتقول لك راه كيجيبوا لي اللحم ويجيبوا لي كل شيء وين الى هنا على الصاله. ما شاء الله ما شاء الله. دعي مع السي طيب الله يجازيك بخير يا ربي الله يشافيها ويعافيها يا ربي يا كريم. وكنشكروك على هذا البرنامج، عندك راك طيب وهذا البرنامج راه طيب. الله يكرمك اخويا، شكرا لك، عزك الله، حياك الله سعيد، الله يكرمكم سيدي. وان شاء الله تعالى نبقى مع فاصل قصير في ذكر الله تعالى ثم نعود للجواب عن هذه الأسئلة، فابقوا معنا مع طيب الكريبان على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، أشكركم أولا على تواصلكم، وأبدأ باختصار بالإجابة عن الأسئلة. أم ياسين هي صديقة وفية للبرنامج وتقرأ القرآن الكريم في المساجد. هنيئا لك أولا أن الله عز وجل اختارك واصطفاك بأن تعلمي النساء القرآن الكريم وتثبتي الحفظ في الصدور، فهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، هنيئا لك. السيدة اللي هي طلبت منك أنها تثبت 4 ديال السوار لكن أدركتها المنية وماتت في عرفات، هنيئا لها، ثبت لها الأجر والتواب. وخير مثال هو أن وفاتها كانت في عرفات، يوم عرفات. أنت الآن هذه أمانة، قالت لك تبتي لي 4 ديال السوار وأنت وافقتي، تبتي ما تيسر وبقى لك ما تيسر. ماشي المطلوب أنك غتبتي في نفس المسجد، إلا عندك مشاكل داخل ذاك المسجد راه ممكن تقومين بالتثبيت في غيره من المواطن. إذا لقينا واحد المكان عندنا فيه بعض المشاكل نتركه، أرض الله واسعة، فغير الإنسان يقول يا بسم الله وغادي يلقى ما هو أفضل وما هو أحسن. فأنت ممكن تأخذي نساء أخريات وتقومي بتثبيت تحفيظ هذه الصور المتبقية في مكان آخر غير ذلك المسجد، وربي غيتقبل منك وينفع بك الكثير من عباده الصالحين. الرؤية اللي شفتي ديال الولد ديالك بأنه غرق وانت من بعد وقال انك انت اللي تعرضتي للحادثة، ان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان. لماذا؟ لان بعض المرات الام كتشوف بان ولدها غادي يغرق وغتصيبه مصيبة، يعني كيبان بان الرؤية بان ولدك لا قدر الله غيتعرض للهلاك. الام قد قلبها منشغل وكتطلب الله تعالى، فالله عز وجل نقل ذيك المصيبة من الابن فلدة الكبد الى الام، ف يكون بإذن الله تعالى هذا الانتقال هو كفاية ونهاية من المصائب ومن النكبات. فالله عز وجل برحمته الواسعة كنقول اللهم تجي في أنا ما تجي في ولدي، وربي سبحانه ربما قلنا هذا الدعاء، من الأفضل نقول يا رب تنجيني وتنجيه وتنجي جميع المسلمين. فالله يجعل آخر الأحزان، والله يحفظك الوليد ديالك، وراء الرؤية خرجات بالتأويل لك أنت دون ابنك. الله يحفظكم ويرعاك يا لالا. الأخت أسماء من قرسيف كتقول أنا عندي واحد ضيق شديد، يا رب يا كريم الله يفرج عليك وعلى جميع المسلمين اللي عنده الضيق الكثير، اكثر من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إلا كنت يا لالا أسماء كتشعري بهذا الضيق، فإن الرؤى المنامية اللي شفتيها كتحمل بشارات بأن الخير جاي. حلمتي بأنك كتمشي للحج أنت والوالد ديالك ولبستك شيطة، هذه في حد ذاتها بشارة طيبة. اللي حلم غادي للحج رأى إن شاء الله تعالى سوف يأتي إليه لأنه يناديه، أو على الأقل أنه غادي يكتسب الأجر والتواب ديال الحج والعمرة. حلمتي لبستك شيطة بمعنى صحة وعافية جيدة، ربي غادي يكرمك بالصحة لأن اللباس في المنام هو صحة، وكونه جميل هاد التكشيطة يعني صحة وغنى. لكن شفتي شعرك طويل، صفة طيبة الشعر الطويل، كيقول العلماء هو إنسان عنده عواطف وعنده إحساس طيب مع الآخرين، كيبغي يتواصل مع الآخرين. لكن الشعر عريان والصدر عريان،
يعني بين واحد التفريط في شي جانب من الجوانب ديال الحياه ديالك، واحد جانب ضيق لابد ان تنتبه اليه حتى تكتمل الصوره الطيبه. قلت بانك وصلت انت والاب ديالك للحج وتوفي هناك، بمعنى ان الاب ديالك غادي يكون عمره طويل باذن الله. ثم ان اللي كيشوف في المنام انه توفي في الحج، بمعنى ان الله تقبل منه حجته اعظم قبول. وقلت بانك بديتي كتبكي، والبكاء في المنام فرح وسرور وابتهاج. وقلت بانك تقسمي بان اباك غيدخل الجنه، فالليح قسم في المنام بواحد شيء معين وقع كما اقسم، لان القسم كيكون كانه تقرير لحقيقه، فهذه بشار لابيك بالجنه. ثم حلمت الحلم الثاني بان عندك منزل كبير. اللي كيحمل بان عنده منزل كبير معنى ان ساعه الفراج قربات، ذاك الضيق اللي في النفس وذاك الهم والغم سوف يزول. المنزل الكبير فسحه عظيمه يعطيه الله تعالى للعبد المؤمن. البيوت مفتوحة يعني أن أبواب الرزق وأبواب الخير كلها سوف تفتح بين يديك. وكتشوفي بأن البيوت مفتوحة بعضياتهم، يعني ربي يفتح لك فتحا مبينا بينك وبين الآخرين. وانت ما زال كتبكي، بمعنى الفرحة والسرور سوف تدخل إلى بيتك بإذن الله. شفتي واحد امرأة عطاتك واحد الكسوة وصباط بنفسجيين، وانت قلتي أنا حزنة، يعني أن العطاء في المنام خير. الكسوة صحة وعافية وسترة، والصباط صلة رحم، وكلك يدل بأن الهم ديالك راه قريبا سوف يزول. حنا إلا صابنا الهم ما نشعروش بالحزن، راه بعض مرات الهم رسالة من الرحمن وفيه خير عظيم. كيكون العبد المؤمن عنده مقام في الجنة لا يدركه لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصدقته ولا ببره لوالديه ولا بصلة لرحمه. فالله تعالى كيسلط عليه الأوجاع والأسقام والهموم والكروبات حتى يصبر ويحتسب، وكيبقى يدعي يا رب تفرج يا رب تفرج، وربي مازال ما فرج. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لجبريل: يا جبريل لا تقضي حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه. فنكثروا من الدعاء دوما، ورا كل خير وكل ربح وكل رزق. فلالا اسماء الله يفرج عليك في القريب العاجل، واطمئني فان الفرح العظيم جاي في الطريق، وغيكون السعاده الكبرى باذن الله من حيث لا تحتسبين يا كريم. الاخت ماريا من فاس كتقول: انا كنت نخرج الزكاه وكنت خدامه، لكن الان انقطعت عن العمل. هذاك المال اللي كنت نخرج فيه الزكاه باقي عندي، واش نعاود نخرج فيه الزكاة أم لا؟ طبعا عندك المال إلى بلغ النصاب، والنصاب كما قلنا هو 85 غرام ديال الذهب، يعني بالقيمة ديالنا حوالي 2,700,000 درهم. هذا المقدار هذا هو النصاب ديال الزكاة. إلا كنت كتملكي ملكا حقيقيا ومر عليه الحول، دازت عليه عام كله هو محطوط مدخر، هذا المال هذا كتوجب فيه الزكاة. الإنسان ما خصوش يخلي المال محطوط، خاصو يروجه مخافة أن تأكله مال الزكاة، لأن الإسلام دعانا إلى العمل، دعانا إلى الإنتاج. يا ريت لو كانوا الناس صادقين، بعضهم عندهم المال وبعض الناس عندهم الجهد، ويخدم هذا مع هذا، وتكون حفظ الأمانة، ومن اللي يربح هذاك التاجر يرد الفلوس لصاحبه ويخرج فيه الزكاة. للأسف كنلقاو بأن المجتمع ديالنا قلت فيه الأمانة. كاين الناس عندهم الاموال ولكن مراد او متعبين او ما عندهم خبره وبغى يروجوا الاموال ديالهم، وكاين ناس اخرين اللي هما عندهم الصحه والعافيه والمهاره والخبره وخاصهم السيوله. لو كانت الامانه وهاد الناس خذوا المال من عند هؤلاء وروجوه وربحوا المجتمع وشغلوا معهم الناس، من بعد يردموا الامانه لصاحبها، وانا ذاك يبقى الخير يعمل الجميع. لكن للاسف كنلقاو بان اللي عطى فلوسه، كاين هناك بعض الناس كياكلوا حقوق الناس وكيضيع الفضل وراس المال. فكنقول الأخت ماريا بان هذا المال مادام انه فيه النصاب قرب 3 مليون، خاصه دائما تخرج فيه الزكاه، لانها هكذا هو الواجب. اما الرؤيه المناميه، شفتي بان عندك الاصابع ديال رجليك فيهم شعر طويل وقطعتيه؟ الشعر في الاصابع بمعنى انت كنتي كدير صلة الرحيم مع بعض الناس، وهاد صلة الرحيم كانت سبب في الرزق الوفير عندك، لكن ربما وقع لك شي مشاكل وقطعتي صلة الرحيم مع بعض الاحباب،
وهذا أمر لا ينبغي أن يكون. ربما إن شاء الله تعالى أعيدي حساباتك وصلي رحمك مع العائلة والأحباب وترجعي العمل ديالك، وربما يفتح لك الله عمل أفضل من الأول. فقطع صلة الرحيم هو كيؤدي إلى قطع الأرزاق، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. نبقى مع على ميد راديو. على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي في الله، نستمر في الإجابة عن الأسئلة. الأخت مليكة من صويرة كتقول: ما حكم الحلبة في رمضان؟ ناكل الحلبة في رمضان؟ طبعا الحلبة هي نبتة طيبة مباركة فيها فوائد صحية كثيرة ومتعددة، لكن عندها واحد الريحة كريهة، فاللي كلها في رمضان لا حرج عليه، في حين أن بعض المأكولات اللي كلها خصو يتجنب المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، ويعني الفرات والبصل، قال: فليتجنب مجالسنا. لكلا البصل أو التوم أو الفجل، قال: فليتجنب مجالسنا. العلماء قالوا المقصود أي طعام في رائحة كريهة يؤذي الآخرين، فالإنسان إذا استعمله يتجنب المجالس العامة، المساجد خصوصا. وألحقوا بها كذلك اللي مثلا من غير طعام، لكن لباس وسخة أو الجوارب تقاشر في ريحة كريهة يمشي للجامع ويؤذي الآخرين، من الأفضل يتجنب المسجد، يتجنب مجالسنا. فالحلبة حتى هي من هذا النوع، حتى هي ربما واحد النبتة ملي كناكلوها كتخلي واحد ريحة كريهة، لكن ينصح بأنها دار في واحد الإناء ديال الماء وشربوا الماء ديالها أو تقلى، ولكن هي حلال. أما القنفذ هو حلال، هو كباقي الحيوانات التي سخرها الله للعباد، لكن الحرمة كتجي في طريقة الاستفادة منه. كل اللي يخنقوه، كل اللي يذبحوا واحد الذبح اللي هو يا غريب، فلكن الذبحة طيبة فهو حلال طيب، ويستعمل أيضا للدواء. كتقول أخت ملكة من الصويرة أنها في بعد رمضان كتصوم شعبان، صمت واحد 3 أيام، وكان ديك الساعة الفجر قرب يودن، كتاكل وهي تسمع التلفزيون فيه الأذان، وبقى عندها الشك، واش هاد الشك صائب أم لا؟ طبعا أنت هي في الصويرة والأذان في الرباط، وطبعا بين الصويرة والرباط بضعة دقائق، فإلا كنتي سمعتي الأذان ديال الرباط وتوقفتي عن الطعام راه ما عليك والو، راه مازال الوقت الرسمي الشرعي داخل الصويرة باقي ما دخلش، فإن شاء الله تعالى صيامك صحيح ولا مجال للشك. وكتقول: حلمت أنني ذاهبة للحج. نعم، اللي كيحلم راسو غادي للحج بمعنى أن الديار المقدسة تناديه، غادي يجي يوم من الأيام وغادي يمشي. ما يقولش الإنسان أنني فقير ما عندي فلوس أو أنني متعب ومسجون بالعمل ديالي، لا، إلا بغى ربي سبحانه وتعالى وأمره بين الكاف والنون، يقول كن فيكون، كل شيء يحضر، يحضر المال والصحة والعافية والفراغ ديال الوقت، كل شيء يحضر. فاللي يحلم بأنه ذاهب إلى الحج فإن الديار المقدسة تناديه. وكتقول: الجد ديالي ميت، واش نقرا القران الكريم؟ نعم، الاموات ديالنا نتصدقوا عليهم بالمال، نكتوا عليهم الدعاء، ولما لا نقرا كلام الله تعالى ونتصدق بتوابه. تواب العباده ايضا يصل على ارجح الاقوال عند العلماء، يصل بحسن النيه والظن في الله تعالى. فنقرا على جدي القران الكريم ونوي التواب ديال هذه القراءه يمشي لعنده، وربي سبحانه وتعالى الا بغى راه يقسم بيني وبينه ذاك التواب، ياخذ نفس النصيب معايا وناخذ نفس النصيب معاه. الله يرحم الجميع. الاخت فاتحه من سلا كتقول: حلمت ولدت واحد البنيه ورضعتها بالحليب، وكانت تديك يقطر ديالي بالحليب. هذه بشاره طيبه، اللي كيحلم ولد بنت بمعنى انه كان في ازمه وربي غادي يفرج عليه فرج عظيم. الولاده هي فرج، كنخرجوا من ذاك الحمل الثقيل الى الانفراج، لكن الا كانت بنيه غادي يكون رزق وفير غادي يجيك، فابشري بان الله تعالى غادي يعطيك الفرج القريب وغادي يعطيك الرزق الوفير. والحليب كيقطر بمعنى غتبقاي انت فرحانه وغتشكري الله تعالى على هذه النعمه. الحليب اللي كيقطر من الثدي معناه الحنان ومعناه العطاء، غتبقاي انت شاكره للنعم. وحلمتي مره اخرى بان عندك بنتين توأمين، يعني رزقا غادي يكون مضاعف باذن الله تعالى، فاكثري
من الخيرات فأنت تسيرين على الطريق المستقيم واصلي المسير، هذه بشارات ديال الخير. حلمتي بأنك غتحولي من المنزل اللي انت ساكنه فيه وكتبكي، البكاء كما قلنا هو فرح وسرور. انتما اكيد عندكم ازمه كاريين، الورثه طلبوا بحقهم، لكن انسان كرا مده طويله ساكن في واحد المكان راه كنكون علاقه عاطفيه مع ذلك المكان. راه كيقول الشاعر قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، المنزل كيعود فيه ذكريات طيبه ملي كنتحولوا معاه راه الجذور ديالنا والذكريات الجميله والاحاسيس الطيبه والايام الرفيعه كلها تزول. فربما هذا الهم اللي عندك الان سوف يزول باذن الله. نتمنى الله تعالى ان هذه الورثه تفاهموا معهم بالطريقه القانونيه المعروفه، نزيدوا شيء من الكرا، نديروا شي وسائل اخرى ديال الموده وديال التفاهم، وربي سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب التيسير. الى ما كتب شيء راه الله عز وجل اذا اغلق بابا فان بامكانه ان يفتح ابوابا اعظم منه خيرات وبركات. يقدر يكون شي بيت اخر غتسكنوا فيه كان من اهل الصلاح، فيه القران الكريم وفيه الاخيار والابرار، ان شاء الله تنتقلوا له باذنه سبحانه وتعالى. الاخت امل من اليوسفيه كتقول بان العائله ديالها صدر منها القيل والقال، القيل والقال والسوء للعائله للاسره ديالها، ومع ذلك الام ديالها امراه فاضله، امراه كتمشي كتصل للرحيم. علاش؟ لان هذه الام عارفه الاجر والثواب ديال صله الرحيم. حنا قلنا بان صله الرحيم راه ماشي يزورونا ونزوروهم، لا، الصله الحقيقيه كما قال النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، قال ان تصل من قطعك، ذاك اللي قطعك وذاك اللي اساء اليك بالكلام واللي ربما اخذ حقك ومع ذلك كتقول ليه ذاك الشيء كله غير هم الدنيا. الله تعالى هو الرزاق ذو القوه المتين. الرحم مشتقه من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. إلا كانوا هاد العائلة دولكم رزقكم الورث أو غير ذلك، فربي يقدر يرزقك ما هو أعظم من ذلك، يطرح لك البركة في الأولاد ويخدموا ويمشوا يحصدوا ويجيبوا لك. إلا كانوا هاد العائلة أدوك في الكرامة ديالك، فالله تعالى قادر يعطيك العزة بين الخلق والرفعة، فما نحسبوهاش هكذا، نعتقد بأن الله تعالى عظيم وكريم. انت يا اختي امل حاولي ما امكن قولي كذلك عفى الله عما سلف وزوريهم ولو غير بالقليل، الا شفتي بانك كاين النفرة على الاقل اديتي الواجب، سجلتي نقطة لصالحك والله يجمع الشمل. اما كتقولي بانك كتصلي وكتشوفي الوساوس في ذهنك، فكاع الناس اللي كيصليو عندهم وساوس في ذهنهم، لكن كاين اللي كتكثر عنده بزاف لانه مهموم بالدنيا ومشاغلها، فكتحضر جميع المشاغل في الدنيا غير كيقول الله اكبر، كيجيه ابليس كيقول ليه اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، وكاع اللي غابر كيحضر. فلهذا قبل ما نصليو نتوضاو ونذكروا الله تعالى ونستغفروه وملي نقول الله اكبر، نعتقد بان الله اكبر من المشاكل والهموم واكبر من العمل واكبر من الاولاد والزوجه والاحباب، الله اكبر من كل شيء. ونحصر الفكر ديالي ونصلي، وكل ما الفكر ديالي مشى نعاود نجيبه وندرب عليه حتى يعطيني الله تعالى الخشوع في الصلاة. ومتى أعطاني الله الخشوع في الصلاة أعطاني الخير العظيم والصحة والعافية والرزق الوفير. الأخت خديجة من أكادير كتقول الأم ديالها أعطتها واحد المال قالت لي هذه أمانة غتصدقي عليا كامل، لكن هي تأخرت في الوقت والأم انتقلت الى الرفيق الاعلى، ذاك المال ما بقاش ديال الام ولا ديال الورثه، الورثه خوتها قالوا لها نقسموه، فقسموا بعضياتهم للذكر مثل حظ الانثيين. فهي قالت لي تصدقي عليه كله، الان الورثه اصبح حقهم لان المال ملي كيتعطل ما بقاش من حق الام. اكيد ان الورثه غادي يكون ربما يقدر يكون تما من الفقراء، فهو اولى، هم اولى بذلك المال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الصحابي الجليل ابن مسعود قال لي عندي المال، قال لي تصدق به كامل، قال لي لا، قال لي الثلث والثلث كثير، قال لي لا ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالى يتكففون الناس. فاذا كانوا خوتك فقراء او على الاقل غير مستورين شويه، فالمال اذا انتقل لهم من مصلحتهم خير من ان يمدوا ايديهم للاخرين. وان شاء الله الله تعالى كيتعامل معنا بالنيه، انما الاعمال بالنيات. انت نويتي تصدقي المال كله على الام ديالك لكن ادركتها الوفاه، فالفلوس خصهم يمشيو للخوت،
لان ارث ديالهم حقهم. والان انت نيتك صادقة وربي سبحانه وتعالى يؤدي عنك، واكيد امك تكون راضية والله راضي عنك، ولا داعي للشك ولا للشعور بالذنب، فان الله تعالى غفور رحيم. واكثري عليها بالصدقات، واكثري عليها بالدعاء، واكثري عليها بصيام النوافل وقيام الليل، وتوابها يصل اليها، وغتكون ان شاء الله راضية عنك باذن الله سبحانه. اخر سؤال الاخ سعيد مصطاط، كيقول جدتي عندها 100 عام كتصلي، وكيقول كيوقف عليها الجن وكتمرض ايام وليالي، كيعطوها الطعام ما كتبغيش تاكلو، كتاكل كتقول لهم راه كيجيبوا لي اللحم. فعلا كاين بعض الناس الذين يصابون بالمس الشيطاني، يتسلط عليهم الارواح الخبيثه في، وكاين هناك ربما مرض زهايمر وربما مرض عقلي. على كل حال هذه الجده هي مرفوع عنها القلم، لان الانسان اللي كيكبر وكيوصل من الكبر عتية رفع عنه القلم، فإلى صلات أو ما صلاتش راه بالنية ديالها ربي غادي يغفر لها. فانتما قرأ عليها القرآن الكريم، خذ واحد الإناء ديال الماء قرأ فيه ما تيسر من كلام الله، خصوصا سورة الفاتحة وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتشرب منه، وإن شاء الله الجن من اللي كيشوف ذاك الماء في الجسد في هذا القرآن الكريم يفر من الجسد وتشفى بأمر الله. أحبابي في الله، أضرب لكم موعد إن شاء الله مع الساعة 2:30 في برنامج قلوب رحيمة، سوف نكون في منطقة التشارك لمساعدة المجموعة من المرضى الذين محتاجون إلى عمليات جراحية، وأطلب من المحسنين أنهم يجيوا ويشرفوا على العمليات بنفسهم، غيكون عندهم أجر وتواب أعظم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.